السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ رجعنا مرة تانية مع فيديو جديد عن موضوع كنا سيبناه من فترة اسمه الفيمورال ترينجل. موضوع الفيمورال ترينجل موضوع مهم جدا في النظري، لو انت هتتكلم عنه تحتاج انك تتكلم في definition، boundaries زي أي منطقة من المناطق اللي لما بنيجي ندرسها، وبعدين content. الباوندرز طبعا بتتمثل بما انه triangle يبقى هيكون له تلات أضلاع، تلاتة باوندرز وفلور وروف. طيب تعالوا كده هرسم رسمة خفيفة كده، ياريت الناس تكون فاكرة اللي هرسمه ده كده. كان في عضلة بتطلع من الانتيرو سوبيريو إليك سباين يعني بالشكل ده كده. كان في عضلتين يبقى لهم كومنتندون في المنطقة دي. أكيد مش هرسم العضلتين كاملين، أنا برسم جزء بس من العضلتين. بنقول التندون اللي تحت ده اسمه الإليوسوس تندون، كنا بنسمي العضلة دي إلياكس، ودي كان اسمها سوس ميجور. طب العضلة اللي كانت طالعة من الانتيريور سوبيريور اليك سباين كانت بتنزل تحت منطقة ال سي جي اس دي، أول اس منهم السير توريوس. بص معايا كده، قولنا ان دي البيوبس، كان في عضلة بتطلع من البكتينيال لاين بالشكل ده كده. آخر عضلة معانا كانت بتطلع براوند التندون ميل ان فرونت اوف ذا بودي اوف ذا بيوبس بهذا الشكل. لو حد فاكر اي حاجه خلينا كده نشوف اللي احنا فاكرينه منهم. العضله اللي كانت طالعه من البكتينيا لاين كنا بنسميها بيكتينيوس، والعضله اللي طالعه براوند التندون دي كنا بنسميها ادكتور لونجوس. بص بقى المنطقه اللي حددتها دلوقتي كده، المنطقة اللي أنا حددتها دي مش دي تريانجلر سبيس؟ بيقول لك تعالى بقى نتكلم عن الفيمورال تريانجل جزء جزء كده. ديفينيشن الفيمورال تريانجل هو تريانجلر اريا أو تريانجلر انترفال، يعني منطقة موجودة فين؟ موجودة في الأبر ثيرد أوف ذا ثاي. طبعا هي مش موجودة في الميدل ولا في اللور، دي في الأبر تحت الإنجواينا ليجمنت مباشرة. عايزين نشوفها على الريال. بص كده معايا، شايفين المنطقة التريانجولار دي؟ اللي أنا محددها بصبعي ده هو ده الفيمورال تريانجل، لو لاحظت موجود في الأبر ثيرد أوف ذا ثاي. تعالوا نرجع للرسمة بتاعتنا تاني. طيب تعالوا نبص للباوندري، أكيد عندنا ميديال باوندري، أكيد عندنا لاترال باوندري، أكيد عندنا upper boundary، أكيد عندنا floor
روف، وبعدين نتكلم على الكونتنت. طيب بص، الميديا الباوندري، الخط اللي انا ماشي عليه ده، مش ده الميديا البوردر بتاع العضله اللي اسمها الادكتور لونجس؟ لاحظ الادكتور لونجس جوه الفلور، يعني الميديا الباوندري هو الميديا البوردر بتاع الادكتور لونجس. طيب بالنسبه لللاترال باوندري، اللاترال باوندري هو الميديا البوردر للسارتوريس، السارتوريس بره الترينجل، يعني الميديا البوردر بتاعه اهو واللاترال بوردر اهو. بالنسبة للاترال باوندري بتاعنا هو الميديال بوردر اوف السارتوريس. لاحظ ان الميديال باوندري هو الميديال بوردر للادكتور لونجس، اللاترال باوندري هو الميديال بوردر برضه بس للسارتوريس مصر. طيب بالنسبة للابر باوندري او الفورم اباف الانجواينال ليجمنت، يمثل بيز للتراينجل، ممكن نقول عليه الابر باوندري او البيز. طب كويس، بالنسبة لمنطقة الايبكس، قالك ده الايبكس بتكون باوفرلاب ما بين التو ماسلز اللي بيكونوا الميديال باوندري واللاترال باوندري، اوفرلاب ما بين السارتوريوس والادكتور لونجس، وطبعا الدايركشن بتاعها بيبقى داون وورد زي ما احنا قلنا البيز اب وورد، يبقى اكيد الايبكس دايركشن داون وورد، يبقى ده الايبكس. الفلور، بصوا كده للماسلز اللي كونتنت في الفلور، عندي التندون بتاع الالياكس والسوبس ميجر، عشان كده انا رسمتهم موجودين في الفلور اهم، الاليو سوبس تندون دي اول حاجه. تاني حاجه احنا كده بنتكلم فروم ايه، فروم لاترال تو ميديال، الالياكس والسوبس ميجر، بعد كده البيكتينيس، بعد كده الادكتور لونجس از ا بارت اوف ذا كونتنت. يبقى الادكتور لونجس بتعمل ثلاث حاجات، اتذكرت في ثلاث مناطق، اتذكرت انها الميديال بوردر بتاعها بيكون لي الميديال باوندري، اتذكرت في الايبكس لما قلنا الاوفرلاب ما بين السارتوريوس والدكتور لونجس بيمثلوا الايبكس، اتذكرت ثالث حاجه انها جزء من الفلور بتاع التراينجل. يعني لو احنا كده احنا قلناهم من فروم لاترال تو ميديال، لو احنا عايزين نجيبهم فروم ميديال تو لاترال تاني، الادكتور لونجس، البكتينيس، الالياك، السوبس ميجر، وبعدين الالياكس، اربع مسلز. طيب تعالوا نبص كده على الروف. انا قبل ما اوريكم الروف انا عاوز اوريكم المسلز دي على الريل، عشان يبقى احنا خلصنا. بص، الانجوينال ليجمنت بيز، السارتوريوس، شايفين العضله دي؟ دي الادكتور لونجس، الاوفرلاب ما بينهم في المنطقه دي كده، الاوفرلاب ده يمثل الايبكس. لاترال باوندري سارتوريوس، ميديال بوردر، ميديال باوندري الادكتور لونجس، ميديال بوردر. طيب الفلور بتاعهم بص كده، الياكس، سوس ميجور، بيكتينيس، ادكتور لونجس. كويس، عشان اعمل الروف انا هرسم رسمة قديمة، الناس فاكرة يعني ركزوا معانا هيفتكروا اللي انا بحسبه ده. بص يعني يا مكان، لما كنا بنتكلم على الديب فاشيا كنا بنقول على الميديال سايد بتاعها في اوبننج كده كان اسمها السافينس اوبننج، كان بيجي يدخل في السافينس اوبننج فين طويل جاي من تحت، كنا بنسميه الجريتر، الجريت سافينس فين. كنا بنقول ان الجريت سافينس فين بيجي يدي برانشات في السوبرفيشال فاشيا بالشكل ده كده، وقلنا ان البرانشات دي اكيد مش بتمشي لوحدها، فالفيمورال ارتري بيقوم مدي برانشات ارتريز اكومبانينج الفينز دي بالشكل ده كده. يعني حد فاكر الكلام اللي انا بقوله ده؟ كنا بنقول كمان ان السافينس اوبننج دي حلقة وصل ما بين السوبرفيشال انجواينال لينف نودز وما بين الديب انجواينال لينف نودز. يبقى لو في انجواينال لينف نودز سوبرفيشال لديب فاشيا تبقى سوبرفيشال انجواينال لينف نودز. تعالوا بقى كده نتكلم على الروف، الروف بتاع الفيمورال تراينجل، نتكلم على الفيمورال تراينجل روف. الروف سكين سوبرفيشال فاشيا وديب فاشيا، السوبرفيشال فاشيا بتحتوي الابر بارت اوف
وهنا لو جينا نرسم الترينجل بتاعنا برضو عشان لو حد مش متخيل الترينجل اهو، ده الترينجل يا جماعة، ده الفيمورال الترينجل هو ده. لو حد مش متخيل يبقى كده الكونتنت سوبرفيشال فاشيا سكين سوبرفيشال فاشيا ودي فاشيا. السوبرفيشال فاشيا تحتوي الاور بارت والجريتر سفينس فين، كمان معاه الفيزلز دي سواء ارتريز او فينز، بما انهم موجودين في منطقه الانجواينال اريا عند الانجواينال ليجامنت، فبيقول لك ان احنا ممكن نسميهم الانجواينال او السوبرفيشال انجواينال فيزلز سواء ارتريز او فينز، مصحوبين طبعا بالليمف نودز دي اللي احنا بنسميها سوبرفيشال انجواينال ليمف نودز. طيب تعالوا كده نبص على الكونتنت، هي في كمان اضافه كده في السوبرفيشال بس انا هرسمها مع الكونتنت. اخر اضافه احنا قلنا دلوقتي عندنا الجريتر سافينس فين ادا واحد، السوبرفيشال انجواينال فيزلز ادا اتنين، السوبرفيشال انجواينال ليمف نودز تلاته، رقم اربعه الفيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف. ذكرناها قبل كده وهعيده تاني. بص كده الرسمه دي اللي انا هرسمها، هشيل الديب فاشيا فهيظهر قدامي ايه تحت الديب فاشيا في المنطقه دي، هيظهر عندي الفيمورال شيس. بص معايا كده، الفيمورال شيس كنا بنرسمه بالشكل ده كده على الميديال سايد، كنا بنقول ان في لها ثلاثة كومبارتمنتس انتر بوستيريو ستة، اللاترال كومبارتمنت بتاعها كان بيحتوي الارتري بتاعنا الفيمورال ارتري بالشكل ده كده، الانترميديت كومبارتمنت كان يعني بيحتوي الفين الفيمورال فين، اما الموست ميديال كومبارتمنت بتاعها كان بيحتوي شويه فات والليمف نود اوف كلوكي. بص معايا كده، يبقى الكونتنت بتاع التراينجل، التراينجل مكانه فين؟ ده الترينجل بتاعي طبعا المفروض يكمل تحت الكونتنت. واحد فيمورال ارتري، اتنين فيمورال فين، ثلاثة فيمورال كانال، أربعة بيوحب دول كلهم فيمورال شيث. أوكي بص معايا كده، كان في نيرف بيدخل لاترال للأرتري تحت الإنجواينال ليجامنت بينتهي وينقسم إلى عدة برانشات، فاكرينه ده لسه واخدينه قبل كده الفيمورال نيرف، الفيمورال نيرف كام حاجة باسم فيمورال دلوقتي دايركت كده، خمس حاجات قدامنا اهو بتعليق فيمورال. طيب في عندي كمان حاجة فيمورال، لو فاكرين لما كنت بتكلم على اللاترال كومبارتمنت اللي كان في الارتري ده كنت بقول ان في عندي نيرف اسمه الجينيتو فيمورال نيرف ينقسم الى جينيتال برانش وفيمورال برانش، كان الفيمورال برانش بيمشي مع الارتري في اللاترال كومبارتمنت. الجينيتو فيمورال نيرف بيمشي ازاي؟ بصوا يا جماعة بيمشي كده، يدخل تحت الانجواينال ليجامنت، ماشي فين؟ ماشي في السوبرفيشال فاشيا، يخترق السوبرفيشال فاشيا وينزل ديب بالشكل ده كده عشان يمشي مع الارتري. معنى كده ان هو كان اصلا سوبرفيشال يعني يعتبر في الروف، ولما اخترق الروف ودخل جوه تحت بقى في الكونتنت، يعني هلاقي الفيمورال برانش وجينيت فيمورال نيرف جزء من الروف لانه كان ماشي في السوبرفيشال فاشيا واخترقها عشان يدخل ديب، وفي نفس الوقت هلاقيه في الكونتنت رقم 6 فيمورال برانش اوف
جيني تو فيمورال نيرف. اخر برانش كوتينيوس نيرف جاي جنب الانتيريور سوبيريور اريك سباين وداخل كده سريعا بيعدي يدوب في التريانجل حاجه بسيطه وبعدين يخرج منه ينقسم الى تو برانشز بتاعته. رقم 7 lateral cutaneous nerve of a thigh. The lateral cutaneous nerve of the thigh بيدخل على lateral side بتاع triangle وبعدين بينقسم الى two branches عشان يغذي جزء من the anterior surface of the thigh وجزء من the lateral surface of the thigh أو lateral bone. بكده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاعنا الخاص بالفيمورال تريانجل. اتكلمنا في الفيمورال تريانجل على ايه؟ على ديفينيشن. اتكلمنا على باوندرز ميديال لاترال ابر وبيز. اتكلمنا على فلور وروف. وبعد كده اتكلمنا على الكونتنت. لن يكون الموضوع استفدتم منه. اشوفكم بخير. سلام عليكم.